بتعملوه اليوم للجرود هيدا عمل ما حدا عمله قبل. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: الله أكبر ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث عند مشعر منى في أول أيام التشريق. مواقف تشيد بزيارة الحرير إلى فرنسا، خطوة حكيمة وضرورية لاستمرار الدعم الدولي للبنان. القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد اللبناني. خوري يؤكد للمستقبل أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي نشرة تتابعونا في الرياضة: الصحف الكتالونية تهاجم إدارة برشلونة بشدة. أهلا بكم. يواصل نحو 1,300,000 حاج مناسكهم برمي الجمرات الثلاث عند مشعر منى قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. وقبل قليل بدأ حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لكبار ضيوف الحج. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، رمى حجاج بيت الله الحرام الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى فالكبرى عند مشعر منى، بعدما رموا في أول أيام العيد جمرة العقبة. لا إله إلا الله. ويمكن للمتعجل من ضيوف الرحمن اختصار أيام التشريق الثلاثة إلى يومين، على أن يغادروا منى قبل غروب شمس الأحد وعدم المبيت فيها، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. وتتم عمليات رمي الجمرات بسهولة لافتة هذا العام، رغم الازدحام الذي يشهده جسر الجمرات الذي يبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، وهو مؤلف من 4 أدوار وطابق أرضي. كما أن أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا و5 ملايين حج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، وخلال المؤتمر الصحفي الثاني للجهات المشاركة في الحج، أعلن أن الجهات المعنية بشؤون الحج تتابع مراحل تنقل جموع الحجاج وما يقدم لهم من خدمات ليكملوا مناسكهم بيسر وطمأنينة. وبين أن الجهات المولجة بخدمة ضيوف الرحمن تستكمل الخطط المتبقية لحج هذا العام، مشيرا إلى وجود مؤشرات عدة لنجاح هذا الموسم، من أهمها أمن وسلامة الحجاج، إضافة إلى وصولهم في وقت مبكر لمختلف المواقع بالمشاعر، وعدم توقفهم في الحافلات وسهولة التنقل، وعدم تزاحم الحافلات أو المشاة على الطرق. من جهته طمأن المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان أن حج هذا العام وحتى هذه اللحظة خال من الأمراض والأوبئة. الله أكبر ولله الحمد. إلى ذلك، توفي عبد الله أمين حسن أبو علي من بلدة عرب صليم الجنوبية إثر سكتة قلبية ألمت به خلال أدائه لمناسك الحج، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية. وقد تم إنجاز معاملات نقله إلى لبنان ليدفن في بلدته. أنهى أمس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية إلى باريس، الزيارة التي وصفت بالناجحة أعلنت خلالها فرنسا عن رغبتها في تنظيم مؤتمر مطلع العام 2018 في لبنان حول عودة اللاجئين إلى سوريا، وآخر في باريس حول الاستثمارات الدولية للبنان. الرئيس الحريري كان أكد في مقابلة مع قناة سي نيوز التلفزيونية أنه مؤمن بقدرات الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن داعش والنصرة والقاعدة هي منظمات إرهابية عدوة للإسلام وتحاول تشويه صورته، مضيفا ردا على سؤال أنه يعمل من أجل لبنان، وأن التهديد دائما قائم بوجود المنظمات الإرهابية والنظام السوري.
أنا لطالما كنت مؤمنا بالجيش اللبناني، وأظن أن تدعيم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية هو أمر يجب أن نؤمن به نحن كلبنانيين وفي العالم أسره، لأنك إذا نظرت أين هي المشاكل في العالم اليوم، هذه المشاكل موجودة مع الإرهابيين في الدول الضعيفة. أما عندما تكون الدولة قوية فلن تواجه هذا العدد من المشاكل مع المجموعات الإرهابية. هل أن الجيش اللبناني هو من حقق هذا الانتصار أو حزب الله؟ الجيش اللبناني هو من حقق الانتصار، هو من نجح إلى الدخول إلى هذه الجرود وإلى طرد الإرهابيين منها. أنا ذهبت شخصيا إلى البقاع لأشدد على أن الدولة اللبنانية هي من حررت هذه المناطق. هل يمكن لبشار الأسد أن يكون ضمن هذا الحل السياسي؟ كلا، يجب أن يكون هناك انتقال سياسي، مرحلة انتقالية. أظن أن العالم بأسره يريد أن يحكم، أن يحاكم عفوا، أعني هنا محاكمة دولية ربما أو محكمة دولية. ليس سعد الحريري من سيقرر بهذا الأمر، بل المجتمع الدولي، وأظن أن العالم يريد أن يحاكم بشار الأسد. نحن لدينا 1.5 مليون لاجئ كما سبق وقلت، وليس لدينا سياسات من أجل طرد هؤلاء اللاجئين عشوائيا إلى سوريا أو إلى أي مكان في العالم، بل نعتمد سياسات من أجل أن نؤمن عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا. وهذا ما وافق عليه الرئيس ماكرون، وهو أن نعقد مؤتمرا حول هذا الموضوع، لأن الحل السياسي في سوريا لا يمكن ألا يأخذ بعين الاعتبار هؤلاء اللاجئين الذين يبلغ عددهم 9 ملايين حول العالم. أوضح وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي أن لبنان جزء من العالم ولا يستطيع يتطور إلا إن كان التفاعل إيجابي مع المجتمع الدولي، لافتا في حديث لكلام بيروت إلى أن لفرنسا روابط تاريخية مع لبنان تتخطى المصالح الشخصية. يعني نحن اليوم عندنا مصلحة كلبنانيين إنه نتفاعل مع أصدقائنا في العالم ومنهم فرنسا، كما أقول على رأسهم فرنسا، لمحاولة إنتاج عملية دعم للبنان بالعمق، دعم سياسي أولا، ثانيا دعم على مستوى الحضور باليونيفيل، وفينا نرجع نحكي عن هذا الموضوع، وفرنسا مشاركة باليونيفيل من سنة 78 وليس من 2006 فقط، ثالثا على مستوى البنى التحتية، ودول مثل فرنسا والدول الأوروبية عندها خبرات كبيرة على مستوى البنى التحتية، وذكرهم الرئيس الحريري، من الكهرباء للطاقة لعدة مواضيع. رابعا على المستوى السياسي، يعني نحن بنعرف أنه فرنسا بمجلس الأمن عند ما نسميه إلى لابيوم، عند القلم أو الريشة، يعني أي موضوع يتعلق بلبنان بتكتبه فرنسا، في تسليم بمجلس الأمن أنه فرنسا بتكتبه. فرنسا وألمانيا طبعا هن المحركين الأساسيين للاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل هذه الأسباب بتحتم علينا نكون على علاقة وثيقة مع دولة مثل فرنسا. بس بذات الوقت ما فينا نتكل على الآخر، ما نتكل على حالنا، الآخر بيجي بيساندنا، بيجي بيساعدنا. اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي أن أي زيارة لمسؤول لبناني إلى دولة أجنبية سيكون مردودها إيجابيا على لبنان، لأنها تعزز حضور لبنان على الساحة الدولية، فكيف إذا كانت الزيارة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا؟ ولفت وهبي إلى أن العلاقات بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفرنسا تاريخية ومعروفة، واليوم تتطور هذه العلاقة مع الرئيس سعد الحريري. وأكد وهبي أن لبنان كان دائما في عين العناية الفرنسية، وهي لم تبخل يوما في دعم لبنان ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية، ما ينعكس خيرا على كل اللبنانيين. بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزير الاقتصاد يشيد به ويعتبره حافزا للنهوض بالاقتصاد الوطني. تقرير محسن حلبي.
سنوات من الأزمات الاقتصادية ومن تفاقم في الدين العام ومن انهيار للبنى التحتية، بالإضافة إلى بطالة نهشت فئة الشباب وفقر نخر المجتمع والدولة في حالة من الضياع بين مطرقة الأزمات السياسية وسندان الحاجات الاقتصادية الاجتماعية، إلى أن أملا جديدا يولد بإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بعد انتظار دام 10 سنوات. هذا القانون بغاية الأهمية لأنه بحدد أطر القطاع الخاص كيف بده يكون يشارك الدولة بالاستثمار فيها. نحن نعرف أن القطاع الخاص بلبنان هو القطاع يلي بحرك الاقتصاد، ومثل ما بتعرفي كمان أنه بالمصارف اللبنانية في عنا أموال كتير كبيرة بودايع بتعدى 160 مليار دولار، وفي مبالغ كتير كبيرة برات القطاع المصارف للبنانية، عم نحكي بس لبنانية، كلهم جاهزين ليستثمروا بلبنان، ولكن المستثمر بده قوانين تحميه وبده قوانين ترعاه ليحفظ على يحافظ على مصرياته. مشان هيك هذا القانون كتير مهم. وفي تطبيق الخطة الاقتصادية التي تنطلق من تحديد هوية لبنان ورؤيته الاقتصادية، يرى وزير الاقتصاد رائد خوري أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي في صلب هذه الخطة. اليوم الاستثمار هو بالقطاع الخاص، القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد اللبناني، ونحن بدنا يفوت شراكة مع الدولة لنقدر نبني الدولة ونبني لبنان ونبني البنى التحتية من خلال هذه الشراكة. وللنهوض بالاقتصاد من الضروري خلق محفزات للاستثمار عبر إعفاءات ضريبية والحد من البيروقراطية والفساد، وهي أولويات تعادل بأهميتها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أكد وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يؤيد عودة النازحين السوريين الآمنة إلى بلدهم بالتواصل مع الدولة السورية أم من دونه. وأشار باسيل إلى وجود قسم من النازحين بإمكانه العودة من دون التواصل مع النظام، ودمشق لن تمانع. قسم آخر تتطلب عودته التحدث مع سوريا بحكم العلاقة القائمة معها، وهذا الأمر يمكن ترتيبه بالتوقيت والألية التي تؤمن مصلحة لبنان وتراعي وحدتنا. وأضاف قسم أخير يتطلب وقت أكثر وظروف أفضل، العودة تتجزأ وتتمرحل ولكن المهم أن تبدأ. دعا شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى التمسك بالقيم الوطنية والإنسانية التي تجمعنا وبالثوابت الميثاقية التي نشأت عليها وحدتنا وبما أرسيناه سويا في المصالحة في الجبل. وأتمنى أن يبادر أهل الحكم لمقاربة المهمات الصعبة الملقاة على عاتقهم بروح العمل الجاد الباحث عن الحلول الناجعة وبالتضحية لمصلحة الوطن العليا. كان الشيخ حسن ورد أمام شخصيات ووفود هنأته بالعيد، أبرزهم ممثل رئيس الجمهورية الوزير نقولة تويني. وخلال اللقاء تلقى الشيخ حسن اتصالا من الرئيس عون هنأه فيه بعيد الأضحى، وجرى عرض مختلف الأوضاع العامة. عشية البدء بموسم الصيد لائحة بالطيور المسموح صيدها خلال الموسم وكم طائر يسمح بصيده في الرحلة الواحدة. تقرير باسل الخطيب. في الوقت الذي يستعد فيه صيادو لبنان ليوم 15 من أيلول سبتمبر، وهو اليوم الأول من موسم الصيد، نحيطكم علما ببعض الأمور المهمة التي إذا حافظتم عليها ستحافظون على أدائكم الجيد للوصول إلى هواية منظمة وراقية وهي هواية الصيد. وبالتالي فإن الحيوانات والطيور المسموح بصيدها وكمياتها خلال رحلة الصيد الواحدة هي المبينة أدناه: ترغل 10، مطوق 50، سمن 20، فرة 20، سلونج 25، وديك الغاب أو دجاج الأرض 5، البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي أو الفرفور 5، كيخن أو سمن الحقول 10، الحمام البري وحمام الغابات 5، وأخيرا الحجل 1. أما الحيوانات البرية فهناك الخنزير البري والعدد غير محدد، الأرنب البري 5. وفيما يتعلق بالتوقيت فإن الترغل هو مصيف ومعشش يعشش في لبنان بعد أن يأتي من الخارج الجنوبي بين منتصف نيسان ومنتصف آب. المطوق مقيم وقاطن يكثر أثناء العبور من آخر أيلول حتى نهاية تشرين الثاني قادما من الشمال إلى الجنوب.
السم المغرد يمر بكثرة منذ بداية تشرين الأول حتى نهاية تشرين الثاني، ويشتى عدد قليل منها منذ نهاية تشرين الثاني. سم الدبق يفرخ عدد قليل منه في غابات الشمال، ويمر عدد قليل منه أواخر تشرين الأول، ثم يكثر العدد بعد ذلك. أما الفر فيفرخ منه القليل ويشتى منه القليل، ولكن يمر منه الكثير خصوصا بين أول أيلول ونهاية تشرين الثاني. هو من الطيور ذات القيمة الغذائية العالية. السلونج هو مقيم في لبنان، وتضاف إليه أعداد مهاجرة وأخرى مشتية قادمة من أوروبا وآسيا الغربية، ويقيم في لبنان نحو 1,000,000 عصفور من السلونج. ديك الغاب أو دجاج الأرض يأتي ابتداء من منتصف تشرين الأول، ويمكن صيده حتى أواخر كانون الثاني. البط الخضاري يفرخ بشكل غير منتظم في مناطق عميق في البقاع الغربي، حيث يحظى بالحماية وينتشر بأعداد وفيرة طيلة فترة الصيد من أول أيلول وحتى آخر كانون الثاني. أما الحذف الشتوي فينتشر بأعداد وفيرة منذ بداية أيلول حتى أواخر تشرين الثاني. الحذف الصيفي يفرخ بشكل غير منتظم في مناطق عميق، حيث يحظى بالحماية وينتشر بأعداد وفيرة منذ بداية أيلول حتى أواخر تشرين الثاني. الكيخن أو سم الحقول يتواجد أثناء الهجرة التي تبدأ في أوائل تشرين الثاني. الحمام البري مقيم وبعضه مهاجر واسع الانتشار والبيئة، وهو أكثر تنوعا وقت العبور خاصة في الحقول. حمام الغابات يأتي بأعداد معقولة خلال تشرين الأول وتشرين الثاني، ثم يستمر قدوم المشتي منه بأعداد أقل ما عدا أيام الصقيع، فيأتي قرابة رأس السنة بالآلاف. الحجل هو طائر مقيم غير مهاجر. الخنزير البري يتواجد بأعداد كبيرة في الجبال والوديان، حيث الغابات الكثيفة التي يحتمي بها ويتفيأ بظلها، كما أنه يألف مناطق المستنقعات والبحيرات كثيفة القصب. الأرنب البري يعيش في مختلف البيئات من سهول وجبال وأحراج، وقرب المزارع والوديان أو أي مكان تتوافر فيه الأعشاب والمزروعات، حتى المناطق الصحراوية. يبقى السبيل الوحيد للوصول إلى هواية منظمة وراقية هو احترام القانون وتطبيق بنوده. أصدرت قيادة الجيش بيان قالت فيه أن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تتعلق بأحد ضباط الجيش اللبناني في منطقة الجنوب. إن القيادة تؤكد على قرارها السيادي في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، ويعود لها وحدها بناء على مهمات وحداتها العسكرية تحديد وظيفة ونطاق عمل ضباطها وعناصرها كافة، وهي تعمل بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية لتنفيذ بنود القرار 1701 والذي يمنع العدو الإسرائيلي في خرقها. البيان أشار إلى أن القيادة ستقوم بمعالجة هذه القضية والرد عليها ضمن الأطر القانونية اللازمة. وتتابعون بعد الفاصل أنباء عن وصول بعض حافلات داعش إلى دير الزور. ذكرت مصادر إعلامية أن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي وصلوا إلى دير الزور بعد إجلائهم من الحدود السورية اللبنانية، علما أن التحالف الدولي كان أكد أنه لا يسمح بتوجه القافلة شرقا صوب الحدود العراقية وأنها لا تزال في الصحراء السورية. بالرغم من تهديد التحالف الدولي بقصفهم، تمكن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش الذين تم نقلهم في حافلات بمرافقة من قوات النظام السوري وحزب الله من العبور إلى دير الزور. أما القافلة التي لم يتبقى منها سوى 10 حافلات فتضم مقاتلين من داعش مع عائلاتهم لا تزال تتمركز في نقطة التبادل المتفق عليها في منطقة حمامة في السخنة بريف حمص التابعة لسيطرة النظام. وأفادت مصادر عسكرية مطلعة بأن مسلحي التنظيم الذين وصلوا إلى دير الزور تم تهريبهم بشكل فردي عبر طرق فرعية، حيث كان في انتظارهم عناصر من التنظيم ليتم نقلهم باتجاه مدن الميادين والبوكمال بريف دير الزور. وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش رايان ديلون أوضح أن قافلة مقاتلي داعش لا تزال في الصحراء السورية، وأن التحالف سيستهدفها بضربات جوية إذا حاولت التحرك شرقا صوب الحدود العراقية، مؤكدا أن التحالف ليس معنيا بالاتفاق بين النظام وحزب الله من جهة وداعش من جهة أخرى.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت 3 مستودعات ذخيرة وقافلة عسكرية لداعش، مما أدى إلى تدمير آليات ثقيلة، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري تتقدم لفك الحصار عن دير الزور التي سيكون تحريرها بمثابة هزيمة استراتيجية لداعش الذي بدأ بالهروب تاركا خلفه الأسلحة والمعدات. تواصل القوات العراقية استعداداتها لإطلاق عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في قضاء لحويجة غرب محافظة كركوك، والذي يعد آخر معاقل المتطرفين في شمال البلاد. من جهة أخرى، أحبطت القوات العراقية المشتركة هجوما لثمانية انتحاريين من تنظيم داعش بعد اقتحامهم محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وقد أدى الهجوم إلى مقتل 6 موظفين في المحطة وجرح 9. في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت قوات النظام السوري محاور جوبر وعين ترمة شرق العاصمة دمشق بنحو 34 صاروخ أرض، وأفاد ناشطون عن دمار كبير في منازل المدنيين، في وقت دارت اشتباكات متقطعة عند أطراف بلدة عين ترمة بين كتائب وفيلق الرحمن التابع للمعارضة، الذي أبرم اتفاقا مع روسيا حول وقف إطلاق النار. اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الانقلابيين عند جبهة نهم على مشارف العاصمة صنعاء، وأفاد مصدر عسكري بأن الاشتباكات تخللها قصف متبادل بين الطرفين، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط مؤازرة من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية. من جهة ثانية، تداول مناصرو الحوثي صورا لنجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مطالبين بالقبض عليه بعد اتهامه بالتسبب في الاعتداء على حاجز أمني واندلاع اشتباكات على أسرها. أحيت المعارضة الإيرانية الذكرى الرابعة لمجزرة مجاهدي خلق في مدينة أشرف العراقية، مؤكدة أن هذه المذبحة تتعلق مباشرة بالمقاومة والحرية وحقوق الإنسان في إيران. شاركت شخصيات عربية ودولية ومسؤولون حقوقيون وممثلون عن منظمات إنسانية في إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة مجاهدي خلق في مدينة أشرف العراقية، التي تتهم المعارضة الإيرانية النظام بأنه أمر وكلائه في العراق بتنفيذها. رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي قالت في كلمة أمام المشاركين في الذكرى بتيرانا إن الإعدام الجماعي الذي استهدف مجاهدي خلق في الأول من أيلول من العام 2013 كان الوجه الخفي لمشروع الاتفاق النووي. كل مراحل الاتفاق النووي من المفاوضات السرية وإلى المصادقة النهائية كانت ترافقها حملات القتل والمجازر بحق مجاهدي خلق، لأن هذا النظام وبهدف ضمان بقائه هو بحاجة إلى القضاء على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. وأكدت رجوي أن المجزرة في أشرف لم تكن واقعة تتعلق بالماضي، وإنما بقيت ملفا عالقا يتعلق اليوم مباشرة بالمقاومة والحرية وحقوق الإنسان في إيران، على غرار مجزرة العام 88 بحق 30,000 من السجناء السياسيين، وشددت على ضرورة فتح ملف هذه المذبحة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. موسكو تتهم واشنطن بتهديد أمن دبلوماسيها في سان فرانسيسكو. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث عند مشعر منى، ومواقف تشيد بزيارة الحريري إلى فرنسا، وخوري يؤكد للمستقبل أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص. اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على زيادة قدرات صواريخ سيول بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان. وخلال مكالمة هاتفية شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرها الكوري الجنوبي مون جايين على الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة استفزازات وتهديدات بيونغ يانغ، وتوصل إلى اتفاق مبدئي على مراجعة قواعد استخدام الصواريخ إلى المدى الذي تأمل به كوريا الجنوبية.
اتهمت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأمريكية بانتهاك حصانة دبلوماسيها بشكل مباشر من خلال عملية تفتيش يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI القيام بها لمقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وأماكن سكن الدبلوماسيين الروس. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن مطالب السلطات الأمريكية تشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين الروس. طائرة ميج جديدة قيد التصنيع بسرعة تصل إلى 4500 كيلومتر في الساعة. أعلنت شركة ميج الروسية لصناعة الطائرات أن النسخة الجديدة من سلسلة الميج ستتمكن من الطيران إلى الفضاء. وقالت الشركة أن طائرة ميج 41 سيكون لديها القدرة على العمل في الفضاء بأسلحة جديدة وسرعات جديدة. وقال إليا تاراسينكو رئيس الشركة إن الطائرة الجديدة ستخلف طائرة ميج 31 لكنها ستكون جديدة بالكامل وستصل سرعتها إلى 4500 كيلومتر في الساعة. لا تزال طائرة ميج 41 في مرحلة التصميم ولا يعرف أي شيء عن الشكل النهائي الجديد بعد عرض أشكال مختلفة. الشركة قالت إنها ستبدأ بتصنيع ميج 41 في الفترة الممتدة بين 2020 و2030 وأنها ستكون جاهزة للتحليق والاستخدام الكامل بين عامي 2035 و2040. قتل شخصان كانا على متن طائرة صغيرة عندما تحطمت أثناء تنفيذها عملية تحليق استعراضية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وقال مصدر في خدمة الطوارئ أن التيار فقد السيطرة على طائرته حين كانت تحلق على ارتفاع منخفض فسقطت وتحطمت إلى أجزاء واندلعت فيها النيران. اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا بالقرب من برج إيفل في باريس وبالتزامن مع تقارير إخبارية تحدثت عن استنفار أمني. ولم توضح الشرطة أسباب اعتقال الرجل خصوصا أنه لم يكن مسلحا، كما أن الحادث لم يتسبب بإخلاء برج إيفل من الزوار. تكساس بدأت تتعافى من أعصار هارفي فيما الحرائق تلتهم غابات في كاليفورنيا. ومقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا تشهد أسوأ موجة حرائق غابات في تاريخها. بعد الأعصار هارفي المدمر الذي اجتاحها الأسبوع الماضي بدأت الحياة تعود تدريجا إلى بعض مدن جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية. وقد باشر الأهالي العودة إلى منازلهم، لكن المسؤولين حذروا من أن الخطر لم ينتهي بعد في بعض أنحاء هذه الولاية المنكوبة، ولا يزال رجال الإنقاذ يمشطون المنطقة بالمروحيات والمراكب بحثا عن أشخاص محاصرين في منازلهم الغارقة. إلى ذلك اندلع حريق جديد في مصنع للمواد الكيميائية في كروسبي شمال شرقي هيوستن، وهو ما كان متوقعا بما أن الأعصار قطع الكهرباء الضرورية لتبريد مواد كيماوية سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك والمواد الصيدلانية. تزامنا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس أكثر من 7 مليارات دولار كمبلغ مبدئي لدعم جهود إزالة آثار هارفي. الغريق في تكساس قابله حريق في كاليفورنيا. فقد أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ في منطقة تشهد حرائق غابات منذ الخميس الفائت في القسم الشمالي من كاليفورنيا، فيما اتهمت السلطات رجلا بإشعال الحريق عمدا. ومن شأن إعلان حال طوارئ توفير موارد إضافية لمواجهة ألسنة النيران التي اجتاحت مساحات شاسعة من الأراضي ودمرت عشرات المنازل. أما في كندا فقد مددت السلطات للمرة الرابعة حالة طوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد، حيث يكافح آلاف رجال الإطفاء منذ أشهر حرائق الغابات. وتشهد هذه المقاطعة أسوأ موجة حرائق في تاريخها مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كمية الأمطار بشكل غير اعتيادي. وفي أخبارنا المحلية بعد الفاصل، أطول قلعة رملية في ألمانيا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبتمويل من بيت الزكاة الكويتي، بدأت هيئة الإغاثة في دار الفتوى توزيع الأضاحي للنازحين السوريين في بيروت على يستكمل غدا في مناطق عديدة أبرزها عرسال، عكار، طرابلس، رشية وبعلبك. أما في الجنوب فستقوم الهيئة بتوزيع الأضاحي المقدمة من جمعية يد العون للإغاثة والتنمية في صور شبعة
وحصبية. شدد النائب السابق محمد يحيى على ضرورة إلاء عكار عامة ووادي خالد خاصة الاهتمام والعناية والرعاية في الإنماء والتطوير. وخلال استقباله وفودا رسمية وشعبية تمنى على مجلس الوزراء أن يعقد جلسة له في وادي خالد للاطلاع ميدانيا على حاجاتها. وأكد يحيى أننا نعيش فرحة انتصار الجيش اللبناني والقوى الأمنية على التطرف والإرهاب في معركة فجر الجرود. فيلم القضية 23 للمخرج اللبناني زياد دويري ينافس عالميا. ووزير الثقافة غطاس خوري أكد دعم وزارته للأعمال السينمائية اللبنانية. إنجاز جديد للسينما اللبنانية وهذه المرة في البندقية، حيث قوبل فيلم المخرج اللبناني زياد دويري قضية رقم 23 The Insult الذي عرض في إطار مهرجان البندقية السينمائي بإعجاب حار من الجمهور الذي وقف مصفقا لدقائق بعد انتهاء العرض، وكذلك بآراء إيجابية من الصحافة السينمائية، فيما وصفه وزير الثقافة غطاس خوري الذي حضر العرض بأنه ممتاز من مختلف النواحي. هي أول مرة بتأهل فيلم لبناني لزياد دويري اسمه القضية رقم 23. بنتمنى له النجاح. أول شيء مجرد التأهل هو حدث للسينما اللبنانية، بدنا بكل الوسائل نساعد السينما اللبنانية لتنطلق إلى أفاق عالمية، وهيدي مناسبة أولى لانطلاق هذه السينما إلى أفاق عالمية. خوري أكد دعم وزارته للسينما اللبنانية على كافة الأصعدة. في منطقة النهر الدلافين ترقص وتتصور مع الزوار في عرض ينظمه السيرك اللبناني العالمي. عروض الدلافين العالمية وصلت إلى بيروت بعد أن جالت على معظم دول العالم واستقطبت اهتمام الكبار قبل الصغار، لما تبرزه هذه الثدييات من ذكاء لافت. تشهد العروض التي ينظمها سيرك دو ليبان في مركزه في منطقة النهر إقبالا كثيفا من الجمهور من مختلف الأعمار. رقصت الثدييات الجميلة، رسمت، لعبت الرياضة وحملت الطابات، ووجهت التحيات للحاضرين بوجود مدربيها، وبعدها تصورت مع الأطفال والكبار في عرض أقل ما يوصف إنه مبهر، سحر الناس على مدار 30 دقيقة. تجدو الإشارة إلى أن فريق عمل سيرك دو ليبان والقائمين عليه واجهوا الكثير من الصعوبات على مدار 3 أعوام لاستقدام هذا العرض إلى لبنان، آخرها حين علت الأصوات المعترضة خصوصا من قبل الجمعيات والأشخاص المعنيين بالدفاع عن حقوق الحيوانات وسلامتها. يستمر وجود الدلافين في لبنان طيلة 5 أشهر تحت إدارة السيرك اللبناني العالمي في منطقة الكارانتينا مقابل الفورم دو بيروت. جنس تمنح رقما قياسيا جديدا لأطول قلعة رملية في العالم تم بناؤها في ألمانيا. باستخدام ما يقرب من 4000 طن من الرمال وبأيدي 19 نحاتا انتصبت أطول قلعة رملية في العالم بألمانيا بارتفاع 17 مترا وهي تحمل رموزا عالمية شهيرة. وقضى فريق العمل أكثر من 3 أسابيع في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا لإتمام العمل الفني الذي شمل مجسما رمليا لأبو الهول وجسر ريالتو الشهير في البندقية وقبر إلفيس بريسلي. وصدق مسؤول من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية على حصول القلعة المنحوتة في ألمانيا على اللقب. لقد تم إنشاء هذه القلعة بطول ما يقرب 17 مترا. من دواعي سروري أن أمنح رسميا الرقم القياسي العالمي الجديد لأطول قلعة رملية. وبهذا تكون هذه القلعة قد تغلبت على الرقم القياسي السابق المسجل باسم قلعة رملية كانت نصبا تذكاريا للسلام العالمي وبنيت على أحد شواطئ الهند وبلغ طولها 14 مترا. بعد الفاصل في الرياضة. هولندا على أعتاب عدم تأهل للمونديال بعد خسارة قاسية من فرنسا. وهلأ الصفحة الرياضية مع عباس حسن. ثقة
شكرا رسا وكل عام وانتم بالف خير. معجزه ربما بحاجه لها صار المنتخب الهولندي في حال رغب في الصعود الى نهائيات كاس العالم روسيا 2018، حيث بدا حلمه يتلاشى سريعا بعد ما تلقى المنتخب اكبر هزيمه له في اخر 56 سنه. الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الهولندي يوم الخميس الماضي أمام مضيفه الفرنسي برباعية نظيفة تركته في المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية التصفيات. وقال المدرب ديك أدفوكات: أشعر بالخوف من الطريقة التي لعبنا بها. بينما كتبت صحيفة دي فولس كرانت: صراحة هذا المنتخب لن يكون له أي علاقة بكأس العالم. وتولى أدفوكات تدريب المنتخب الهولندي في يونيو الماضي في محاولة يائسة لإنقاذ الفريق في التصفيات الأوروبية، وذلك بعد الفشل في التأهل لبطولة أمم أوروبا يورو 2016، ولكن يبدو أن المدرب المخضرم غير قادر على تحويل دفة الأمور. وقال قائد الفريق أرين روبن: خسرنا من فريق كان أفضل منا بكثير، فرنسا كانت أفضل منا في هذه المباراة. وترجع آخر خسارة تعرض لها المنتخب الهولندي بربيعي لعام 1961 عندما خسر أمام نظيره البلجيكي. في الجانب الآخر اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الأولى واقترب من التأهل للمونديال. وذكرت صحيفة NRC هانديس بلاند الهولندية أن اللاعبين الكبار لم يعودوا جيدين مثل ما كانوا، واللاعبون الصغار ليسوا جيدين مثل ما كان اللاعبون الكبار، موضحة أن مباراة الأخيرة كانت محرجة ومهينة. واجت خسارة المنتخب السويدي المفاجأة أمام مضيفه البلغاري 3-2 لتعطي بصيص من الأمل للمنتخب الهولندي لاحتلال المركز الثاني وخوض مباريات الملحق الأوروبي. روبن قال عن عدم خروج منتخب بلاده رسميا من التصفيات لحصوله على 10 نقاط من 7 مباريات: أمر لا يصدق ولكنه صحيح. ويمتلك المنتخب الهولندي أمل متواضع للغاية حتى في المباريات المتبقية، حيث يستضيف منتخبي السويد وبلغاريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ويحل ضيف على منتخب روسيا البيضاء بيلاروسيا. ولكن الفوز بالمباريات الثلاثة ضروري لينتزع المركز الثاني على أمل لعب الملحق الأوروبي للتأهل لمونديال روسيا. وكان روبن وويسلي شنايدر وروبن فان بيرسي من بين أفضل اللاعبين في العالم، ولكنهم الآن ليسوا في نفس مستواهم السابق، أو على الأقل مستواهم ليس ثابتا. وقد أنهى المنتخب الهولندي مونديال 2014 في المركز الثالث، وهو ما خلق توقعات غير حقيقية. ورأيت صحيفة فولس كرانت أن الفريق وقتها يفتقد لأساسيات اللعب مثل استخدام القدمين ومهارات فنية أفضل والمزيد من الركض. وتولى أدفوكات البالغ من العمر 69 سنة تدريب المنتخب للمرة الثالثة بعقد قصير الأجل بدلا من بناء فريق المستقبل، ولكنه يرفض الاستقالة الآن. وقال: لا يوجد معنى الآن لإضاعة الوقت سدى، علينا أن نفعل شيئا في المباريات المقبلة. ما زال بإمكاننا احتلال المركز الثاني، ويجب أن يكون هذا هدفنا، ولكنه ظل صامت ولم يحدد كيفية تحقيق هذا الهدف. بالمقابل بإمكان المنتخب الألماني ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم ب 2018 عندما بيواجه النرويج بعد بكرة التنين ضمن التصفيات الأوروبية ذاتها. منح فوز المنتخب الألماني الملقب بالماكينات على مضيفه تشيكي 2-1 مساء الجمعة فوزه السابع على التوالي في أول 7 جولات من التصفيات لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة من التصفيات. وأخذ منتخب ألمانيا حامل لقب كأس العالم 16 مواجهة دون هزيمة منذ خسارته أمام فرنسا في المربع الذهبي ليورو 2016 في 7 يوليو من العام الماضي. وعلى الورق يبدو الفريق الألماني تحت قيادة يواخيم لوف عصي على الهزيمة، ولكن على ملعب أدين أرينا نهار الجمعة بدا الفريق بعيد عن مستوى بطل العالم، واحتاج إلى هدف قاتل من رأس ماتس هوملز قبل دقيقتين من النهاية ليحسم الفوز على تشيك. وقال لوف: لست راضيا بشكل كامل عن طريقة لعبنا. وأضاف: لقد فزنا وهذا ما يهم، ولكننا استفدنا من الكثير من الحظ. بدأوا أننا نستحوذ على مجريات اللعب، ولكننا لم نستطع اختراق خطوطهم. واحتفظ لوف بثقته في أغلب أعضاء الفريق الذي فاز على تشيلي في نهائي كأس القارات في يوليو الماضي، وأعاد هوملز الفائز مع الماكينات بلقب مونديال البرازيل 2014، وكذلك الحال بالنسبة لتوماس مولر الذي حمل شارة القيادة، ونفس الشيء بالنسبة لمسعود أوزيل وتوني كروس. ودفع لوف بتشكيل هجومي حيث أشرك 2 من اللاعبين في الخط الأمامي وهن تيمو فيرنر ولارس ستندل، واعتمد على أوزيل ومولر في العمق الهجومي حيث لعب مولر مهاجم بايرن ميونخ في مركز لعب الوسط المهاجم على عكس مركزه الأساسي كمهاجم. لكن خطة لوف لم تؤتي ثمارة، حيث فقط نجح فيرنر الذي سجل هدف السبق في الدقيقة 4 مستغلا تمريرة أوزيل. وأوضح لوف: لم نفعل أي شيء طوال المباراة وكنا نستحق التعادل. وأضاف: لقد صعبنا الأمور على أنفسنا، أردت حقا الدفع بكثير من المهاجمين داخل الملعب بمشاركة 6 منهم، كان بمقدورنا استغلال المساحات، ولكن هذا أيضا يعني أننا نفتقد إلى القدرة الدفاعية. لقد فرطنا في الكرة
كثيرا. وأدرك المنتخب التشيكي التعادل قبل 12 دقيقة من النهائي بواسطة فلاديمير داريدا لاعب هرتا برلين عبر تسديدة قوية بقدمه اليمنى من مسافة 20 متر. وبدأ أن الفريق التشيكي تحت قيادة كاريل ياروليم سيخرج بنقطة التعادل المستحقة، ولكن الفريق بات يمتلك فرصة ضئيلة للغاية لإنهاء التصفيات في المركز الثاني والمشاركة في الدور الفاصل المؤهل للمونديال. وقال ياروليم: أشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على حصد النقطة التي كنا على وشك الظفر بها. يتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقينه منتخب إيرلندا الشمالية اللي تغلب على مضيفه سان مارينو 3-0. قبل 3 جولات من نهاية التصفيات يحتل منتخب تشيك المركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف إيرلندا الشمالية، وتأتي النرويج في المركز الرابع بفارق نقطتين عن تشيك بعد الفوز على أذربيجان بثنائية نظيفة. وكشف لوف عن إجراء بعض التغييرات في صفوف فريقه أمام النرويج، ولكن مع الإبقاء على خط هجوم الفريق كما هو. وأشار لوف: لا أعرف إذا ما كنا في حاجة لدفع بلاعبين في مركز خط الوسط المدافع في مواجهة فريق يلعب بمهاجم واحد ولاعبين اثنين من خلفه. على النادي الأنصار بطل كأس لبنان لكرة القدم امبارح الجمعة تعاقده مع المدرب الألماني روبرت جاسبرت ليقود الفريق في الموسم المقبل، وسيخلف جاسبرت الذي سبق له تدريب العهد وقاده لقبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي قبل الانتقال للمحرك البحريني المدرب المحلي أمير رستم الذي استقال من منصبه بسبب سوء النتائج. واستقال رستم بعد الخسارة أمام العهد بطل الدوري اللبناني ليخرج الأنصار من الدور قبل النهائي لكأس النخبة، ثم خسر الفريق مجددا أمام العهد أيضا ولكن في كأس السوبر المحلية الأسبوع الماضي. تجد الإشارة إلى أن الأنصار يخوض أول مباراة له يوم 17 الشهر الحالي أمام طرابلس في الدوري اللبناني لكرة القدم. اشتكى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من آلام خفيفة في الركبة، وذلك على أثر مشاركته في تدريبات نهار الجمعة مع الفريق المصري. ووضع الجهاز الطبي للمنتخب المصري برنامج مكثف للاعب من أجل تأهيله وتعافيه تماما من آلام الركبة قبل لقاء أوغندا. وبيلتقي منتخب مصر مجددا نظيره الأوغندي يوم 3 على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، وهو كان خسر مباراة الذهاب. عودة إلى دولياتنا، حيث هاجمت الصحف الكتالونية الصادرة اليوم السبت نادي برشلونة بعد ما أخفق في إبرام صفقة كبرى منتظرة خلال الساعات الأخيرة من فترة انتقالات الصيفية، مبرزة عجز إدارة الفريق الكتالوني وافتقاره للرؤية. وصفت صحيفة سبورت جهود البرشا في سوق الانتقالات بالصفر. وفي مقال قاسي لمدير أرنست فوك قال: سوق الانتقالات يكشف عورة البرشا. أما صحيفة الموندو ديبورتيفو فتلاعبت في عنوانها باسم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الذي أخفق البرشا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتقول كوتينو أي لا كوتينيو، مبرزة أن النادي الكتالوني حصل على أموال طائلة ولكنه رفض إبرام مزيد من الصفقات في ظل تضخم أسعار السوق. ولم تتردد صحيفة لافانجوراديا في التعليق على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حيث قالت: أخفق برشلونة ولم يتمكن من التعاقد مع كوتينيو المنتظر. أما صحيفة البريوديكو فقد تناولت تعامل البرشا في سوق الانتقالات تحت عنوان بلا بيليرين أو فيراتي أو كوتينيو. وبدورة سخرت صحيفة لاسبوريتو من التصريح الأخير الذي أدلى فيه السكرتير الفني روبرت فرنانديز عندما قال بأن هناك صفقة أو اثنين سيتم الإعلان عنهم، وعنون الصحيفة الكتالونية لا صفقة ولا اثنتين. يشعر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بغضب شديد تجاه الويلزي جارث بيل لاعب الملكي، لماذا؟ تابعوا. ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن زيدان مستاء من بقاء بيل في ريال مدريد، وهو الأمر الذي تسبب في فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من موناكو. وأوضحت الصحيفة أن مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق على ارتداء قميص الملكي، إلا أنه مع بقاء الويلزي في سانتياغو برنابيو قرر الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل بمبلغ 160 مليون استرليني. وضم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات المنتهي البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي، والسويدي فيكتور ليندولوف من بنفيكا البرتغالي، وصربي نامانيا ماتيتش من تشيلسي، بالإضافة لمنح زلاتان إبراهيموفيتش عقد مؤقت لنهاية الموسم الجاري. ورغم أنه كان النادي الأقرب للتعاقد مع بيل، ولكن اللاعب رفض عرض مورينيو وهو سر غضب زيدان. وعانى بيل من تكرار الإصابة خلال الموسم الماضي، إذ بدأت في نوفمبر تشرين الثاني ليغيب عن الملاعب 3 أشهر، ثم تعرض لإصابة أخرى في أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ما تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو في أبريل نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني مع نهائي تشامبيونز ليج أمام جوفنتوس الإيطالي في يونيو الماضي. يتطلع الألماني سيباستيان فيتال لإعادة فريقه فيراري إلى طريق الانتصارات في عقر داره عبر الفوز بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا 1 بكرة الأحد.
لم يذق فيراري طعم النصر في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا منذ عام 2010، ولكن في الوقت الذي يحلم فيه فيراري بالفوز وسط جماهيره، فإنه فيتال يدرك أن الفوز وحده هو الذي سيحافظ له على موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين وسط صراعه الشرس مع البريطاني لويس هاملتون سائق المرسيدس. فيتال قال أنه شيئا صغيرا سوف يصنع الفارق، هذا يعني الهجوم، ثم سنرى ماذا سيحدث. ويتصدر فيتال الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 7 نقاط عن هاملتون قبل السباق الإيطالي الذي من المتوقع أن يشهد صراع ثنائي بين السائقين. ونجح فيراري أخيرا في مجاراة مرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية فيما يتعلق بمستوى السرعة خلال السباقات، ولكن الفريق الإيطالي فشل في السير على نفس النهج خلال التجارب الرسمية، حيث حصل هاملتون على مركز الانطلاق الأول 7 مرات حتى هلأ، وفاز فيتال مرتين فقط. بالمقابل فقد حقق الفنلندي فالتري بوتاس سائق مرسيدس فوز وحيد، ومثله للفنلندي الآخر كيمي رايكونن سائق فيراري، لتكون النتيجة الإجمالية 9-3 لصالح مرسيدس. وقال فيتال: النقطة الحاسمة ما زالت كما هي، التجارب تجلب الاضطرابات وندرك ذلك، لكننا نستطيع مجاراتهم والاقتراب أكثر فأكثر. لقد قمنا بمهمة جيدة للغاية حتى الآن، لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لنا، بالتأكيد نريد التقدم. ووصف هاملتون تفوق مرسيدس في التجارب الرسمية بأن بمثابة أفضلية للفريق، حيث نجح السائق البريطاني في معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر عبر الفوز في 68 تجربة رسمية كان آخرها في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي. وأوضح هاملتون: لم نمتلك بعد السيارة التي نحلم بها، بالتأكيد هي رائعة في التجارب، لكن المنافسة لازالت على أشدها خلال السباقات. وجدد فيتال عقده مع فيراري حتى 2020، ولكن في الموسم الثالث له يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى مع الفريق الإيطالي، والمرة الخامسة في مسيرته بعد ما حصد اللقب 4 مرات متتالية مع ريد بول. وفاز فيتال بالسباق الإيطالي مع تورو روسو في 2008 ومع ريد بول في 2011 و2013، ويرجع آخر انتصار لفيراري في مونزا إلى 2010 عندما صعد فرناندو ألونزو إلى منصة التتويج. ورغم الفوز في السباق البلجيكي، يدخل مرسيدس إلى المضمار في مونزا بحال من الحذر أكثر من الثقة في مواجهة فيراري. وأشار هاملتون: يحيط بي بعض الحذر الذهني لأننا لم نكن الأسرع دائما مؤخرا، أحاول معرفة كيفية تشجيع زملائي من أجل الأداء بشكل ساحر في آخر 8 سباقات من الموسم لكي نستطيع الفوز. ويدرك هاملتون جيدا أن الفوز في مونزا سيصعد فيه إلى صدارة الترتيب العام لفئة السائقين حتى لو حل فيتال في المركز الثاني. هيدا كل شيء لهلا، عودي لكم طبعا بنشرة اخبار الساعة 7:30 المساء، الى اللقاء. والان يبقى تذكير بالعناوين. الله اكبر ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث عند مشعر منى في اول ايام التشريق. مواقف تشيد بزيارة الحريري الى فرنسا، خطوة حكيمة وضرورية لاستمرار الدعم الدولي للبنان. القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد اللبناني. خوري يؤكد للمستقبل أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي الرياضة، الصحف الكتالونية تهاجم إدارة برشلونة بشدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء. تعملوا اليوم بالزرود، هذا عمل ما حدا عمله قبل.